كيف يسمعك صغيرك وتستمع إليه وتفهمه؟ كيف تتواصل معه بنجاح وتساعده على اكتساب الثقة بنفسه؟ كيف يمكن إزالة الحواجز بينك وبين طفلك لبناء أسرة سعيدة؟ كتاب كيف تتحدث فيصغي الصغار إليك وتصغي إليهم عندما يتحدثون لأديل فابر وإيلين مازلش. سيجيب على هذه الأسئلة كدليل لفهم الأبناء وتوجيههم على الشكل الأمثل، ويقدم حلولاً عملية وتدريبات للأبوين تساعدهم على بناء الأسرة التي يحلمون بها. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب كيف تتحدث فيصغي الصغار إليك وتصغي إليهم عندما يتحدثون. العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.